شوية نوعا ما في الجولات الأخيرة من الدوري الإيطالي، ثم أكدنا على غياب إبراهيموفيتش في المباراة هذه وقوة إبراهيموفيتش ووجوده في النزعة الهجومية نتاع الفريق، لكن كييفو يعني ما سرقش التعادل نتاعو اليوم، لعب مباراة على مستوى عالي جدا. حتى الإنتر نفس الشيء، أظن أنه كانت معناها ما كانش هناك تركيز كبير من لاعبي الإنتر، أيضا من مورينو في المباراة هذه